شكرا القطاع لكم. المتعلق أو الفصل المتعلق بوضع المرأة المصرية، توجه هنا بهذا السؤال للسيدة كريستين عرب، وهي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر UN Women. التقرير رصد إنجازات متعلقة بمكانة المرأة أو تمكين المرأة في المجال السياسي، وربما بعض التحديات أو تراجع حتى فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والبطالة أو البطالة بالنسبة للسيدات مقارنة بالذكور في مصر. بشكل أو بآخر، كيف يقاس نمو وتقدم المجتمعات المختلفة من خلال المؤشرات المتعلقة بمكانة المرأة به؟ خير متحدثة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة، إن الإنجازات التي حققتها مصر بوضع النوع الاجتماعي كأساس للتنمية هو أمر استثنائي في كل الدول الإفريقية والعربية، ومن النادر للغاية إذا كان بإمكاني القول أن نرى رئيس حكومة يؤكد على هذا الأمر ويضعه في أسس السياسات، فهذا أمر نادر الحدوث. فوجود استراتيجية وطنية لتمكين المرأة في مصر توضح النظريات المختلفة التي ستتبع وتضع المبادئ مثل المساواة في التعليم والصحة ووقف العنف ضد المرأة والمساواة في تقديم الخدمات والاستثمار بشكل كبير في المرأة، وإن الأمم المتحدة هي شريك طالما يفخر بما تقوم به مصر وكم الحواجز الزجاجية التي تم تخطيها في التعامل مع المرأة وتمكين المرأة في كل المجالات في القضاء وفي غيرها من المجالات، وهي إنجازات تحت قيادة فخامة الرئيس. وفي الواقع إن عندما تقود كل هذه المجهودات جهة مثل المجلس القومي للمرأة التي لديها رؤية واضحة فهو أمر رائع، ونرى هذا أيضا في عدد من الوزارات فإنهم يتعاملون مع هذا الأمر بشكل جاد، وفي الواقع إنهم يضعون هذا الأمر في أولوياتهم. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نراها في تقرير التنمية البشرية التي توضح الإنجازات التي تم تحقيقها، إن مصر بها نسبة عالية جدا من تعليم الفتيات والرجال، ولكن سنرى أنه عندما يتعلق الأمر بتوظيف المرأة سنجد أن الأرقام لا تزال ليست مرتفعة للغاية، وسنجد أن هناك الكثير من المشكلات التي علاقة بالعنف ضد المرأة، وهذا الأمر لا علاقة بنظرة المجتمع للمرأة وما الذي يتوقعه المجتمع من المرأة والفتيات. فبالتالي إن نظام الأمم المتحدة دائما ما يتطلع إلى توسيع المجهودات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل وصول المرأة إلى الكثير من الخدمات، ونتطلع إلى مزيد من المجهودات مع القطاع الخاص ومزيد من الخطوات على الجانب التشريعي، ونتطلع إلى مساعدة الحكومة في كل مجهوداتها الخاصة بالتوسع والتوسع في الخطوات والمشروعات بحيث تصل الخدمات إلى كل أنحاء البلاد. وبالطبع حق المرأة والفتاة في اتخاذ قرارها بنفسها مثلما نعطي الحق للرجل أن يتخذ القرارات المصيرية، إن الأمم المتحدة تعبر عن إعجابها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة المصرية لتحقيق المساواة بين النوع الاجتماعي، وأن هذا أمر أساسي لتحقيق التقدم في البلاد، ومن المهم الحفاظ على هذه المكتسبات. شكرا جزيلا.